عايز تمرين صدر جامده، تعال خليك تختار كل تمرينك بنفسك. هنبدا للجزء العالي للصدر، ممكن نتمرن ليه تجميع دمبل عالي، ولو مش عايز دمبل كل دي بدايل. تاني حركة مهمة للصدر العالي وهي التفتيح. التفتيح مهم جدا علشان بيدي لك مساحة للصدر. ممكن تتمرن ليه دمبل بالشكل ده. تاني جزء هيكون معانا وهو للميدل تشيست. ممكن تتمرن ليه فلات بنج بريس، ولو مش عايز بار ممكن تجميع بالدمبل. وهناخد مع البريس تفتيح زي الفراشة مثلا. ممكن كمان بالدمبل بنفس الشكل ده. اخر جزء معانا هيكون لللور شست، وافضل تمرين ليه وهو المتوازي. لو مش عايز متوازي ممكن تستبدله على الجهاز بنفس الشكل ده. ممكن كمان على الكيبل كده. يا معلم انا قلت لك على اهم التمارين لعضله الصدر، اختار منهم المناسب ليك وصدقني هيكون معاك تمرينه قويه جدا. وخليك دايما عارف ان عضله الصدر بتحتاج من 18 ل 20 مجموعه اسبوعيا بناء على مستواك تزيد او تقل. انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وابعت قول لي عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. اشوفك بخير في فيديو جديد ان شاء الله.